استدعوني وقالوا لي واش يمكننا نقيموا يعني سهره في باريس، ولا سيما على هذا الغياب الطويل اللي غبت عليها. فالغياب هو يعني انا متواجد، ماشي ما متواجدش، غير ما كنتش كنتلقى دعوات من الناس اللي كيقيموا الحفلات باش نجي معاهم. اما علاش لا نجي؟ يعني كانت نجي اقل من هذا الوقت اللي طوال، ولكن اليوم الحمد لله استدعوني وجيت لهذه الحفله بعد غياب طويل، وشفنا الناس وحيينا معاهم ذاك الذكريات اللي عشنا معاهم القديمه. ودابا اليوم الحمد لله كنلقاو واحد الجمهور ما شاء الله فرح بينا، واستضفنا احسن ضيافه يعني رحب بينا وفرح بينا، وكنتمنى يعني هذا الحب ديالهم يعني يبقى دائم بيني وبينهم، ويبقى هذا الاحترام بيناتنا، وان شاء الله نكون كنزيد في العمل ديالي في الابداع وفي تحسين عملي اكثر اللي يروق بهذا الجمهور الصراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اون ديريكت من عندنا من السهره اللي قبلها الان بمناسبه حفل المراه. الحمد لله سهره ناجحه، التقينا بواحد الجمهور كبير مغربي اللي عجبته هذه السهره، واللي كان حتى هو في المستوى ديال هذه السهره. كل شيء كان عطشان الاستاذ السي محمد العسري، فاعطاهم داك الشيء اللي بغاو، والحمد لله التنظيم كان زوين والجمهور حتى هو كان زوين. واش نقول لكم؟ تبارك الله عليكم وتبارك الله على السيدي محمد العسري، وفيف لو ماروك. السلام عليكم، معكم عبدكم الضعيف الفنان باريز مصطفى الحجوي. كان بهذه المناسبه كنهني تيفيسات اللي جات ديبلاصات عندنا حتى لهذا الحفل الكبير، الحفل اللي كنا كنتسناو هذه 3 شهور. الحمد لله داز كل شيء على ما يرام، وكان حفل غزال، وشرفنا هذه الليله باش نديرو باش تكون عيد المراه، باش نحتفلوا بالمراه المغربيه في باريس. السلام عليكم، معكم الفنان كريم المجاهد بمناسبه هذا اليوم اللي هو يوم عيد المراه. فكان انا فرحان جد سعيد بالملاقات ديالي مع الفنانين الكبارين هادو تبارك الله اللي كبرنا معاهم، اللي هو السي محمد العسري، الغزال الحبيب سيدي عبدو السقاط، سي يوسف بحار، مصطفى الحجوي، اللي كنتمنوا على اننا نكونوا دوزنا معاهم واحد الاوقات جميله ويكونوا فرحانين معنا، وكنتمنوا الناس اللي جاوا عندنا وداروا فينا الثقه على اننا نكونوا في حسن الظن ديالهم. السلام عليكم، معكم عبد السقاط. كنشكر لوسات على هذا الالتفاته اللي دائما حاضره في هذه الاحتفالات الجميله جدا. وبغيت نقول لكم بما ان المشاركه ديالنا بالديار الفرنسيه هي مشاركه بسيطه جدا، لان كنشاركوا بيوم عالمي اللي هو يوم عيد المراه او عيد الام، انا كنسميه ماشي المراه، عيد الام بصفه خاصه، لان الام عندنا شي حاجه مقدسه. وتنحيي جميع نساء العالم،